تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية معرضا توعويا بمشاركة عدد من الجهات المختصة في هذا الشأن. ويهدف المعرض إلى توعية وتثقيف المجتمع بمخاطر المخدرات وأنواعها وكيفية التعامل مع الحالات المصابة بهذه الآفة. انطلقت فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في مجمع المارينا، والذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة، إلى جانب مؤسسات حكومية وأهلية متخصصة في هذا الجانب. وأكد المشاركون على ضرورة تكثيف الجانب التوعوي والإرشادي لجميع الفئات العمرية وخصوصا فئة الشباب. الاحتفالية هذه عالمية، جميع دول العالم كذلك الأجهزة الأمنية كلها أو المعنية في الوقاية من المخدرات تحتفل في هذا التاريخ، تاريخ 26/6. دائما يعني نوصل للشباب في أكثر أماكن تواجدهم، خاصة مثل هذه الأماكن المغلقة من المجمعات أو غيرها، نحاول نوعيهم عن مدى خطورة آفة المخدرات، نحاول نوعي الأسر كذلك عن كيفية التعرف على مدمن المخدرات. دورنا يتعلق في الشباب الصغار اللي ما أتموا 18 عام، واللي مثل ما انتم عارفين المروجين يعني هم بالنسبه لهم هذا الهدف الاساسي اللي يوصلون لهم هم الجيل هذا. وشهدت الفعاليه مشاركه الاداره العامه للادله الجنائيه باعتبارها عنصرا اساسيا في كشف ملابسات الجريمه من خلال احدث المختبرات الفنيه المتخصصه. نبين دور الادله الجنائيه في كشف ملابس الجريمه، نوعي الناس على القضايا اللي عندنا، شنو ممكن يعني يساعدونا فيه كشف غموض الجريمة. عندنا مختبرات بالأدلة نفسها بالإدارة العامة للأدلة الجنائية مختصة في تحديد أنواع المخدرات الموجودة. وتخلل المعرض عرضا تمثيليا لأحدث الوسائل التي تستخدم في تهريب المخدرات وأشهر أنواع المواد المخدرة التي ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات مؤخرا، هذا بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحالات المصابة بالمواد الخطيرة ومواجهتها وفق الأساليب العلمية المتبعة في المنظمات الدولية.